تتميز كل منطقة بعاداتها وتقاليدها، وللمرأة الشاوية عادات خاصة لا زالت تحافظ عليها بكل تفاصيلها كاللباس والأكل وكذا بعض الممارسات اليومية. الزوف اللون الديميران الدسة نتحفظ العادات النغ التقاليد النغ أسا أكنون السندغة هاك الشهور تدلقلانة السندق الزيسة أغيا سمامة وتنقى تنعلق في السندة وتنقى أغيا سمامة دير يزيط يتهبال أسا معتها كنينو أسا الديميرة تشاوي تحفظ في يايا نوغ بلي ثاك الشول ثايا الدي مانيس تحفظ مفلاس تشاويين الديميرا تحفظ مفلاس ثاك الشول تق اغيا سمامة يزيط ويمسن دايا تاونسيت خدمني تزيك يعني تشاويين ثيم غارين زيك تحفظ الديميرا لا ثاك الشول تقين زيت تق اغيا سمام ذايا وتمخضها ما ماكش تقارن تنقى اغيا سمام وتنحركها تنحركها ما وتنجا تقيم حتى انا ذي اغيا سمام وتنسو. أواني فخارية الشميني هكشول أزطة تعكس بساطة الحياة في منطقة الأوراس. ومازال الشاوية ماشي غير يحافظوا على هذه العادة، كاين بزاف عادات وتقاليد بزاف متميزة ورائعة مثل المطحنة يقولوا لها ثسرايت يديروا بها القمح ويطحنوه وبدا يرحيوه وبدا يتكون منها كسرة، يقولوا لها ماكشا تنقى في رذن وتنقى دير كزيسة غرام. وما كاين بزاف عادات مثل نديرو كسرة نديروها على الجمر ولا الحجر يديروا بها كسرة يديروها فوق شميني يديروا فيها الشميني ولا أقلان تقنا الحفرن ذي ثمور فتقنا ثي سقرة وتقنا زنك سطاجين وتقنا غروم لا نكم العادة التقاليد ولا نسي العادة عاذين كنسيج أتقنا تقنا الطوفة الطوفة تسير ذن وتقنا الزيس وتقنا الزيس قلنا قلنا تقنزيس المطار قلنا قلنا تقنزيس خير الله الحوايج قلنا تقنزيس القش قلنا نسجن قلنا تقنا زيز قلنا زطنس فوس قلنا زطنس العمود ما ينزيك لا خير الله العادات هما زيك تقنزيس خير الله العادات عاداتنا وتقاليدنا نلبس في الأعياد ولا المناسبات نلبسوا الملحفة مع الاكسسوارات مثل الجبين وخيط الروح وعندنا تاع طازطة نسجو بها الزرابة إلى آخره. ولم تكتفي المرأة الشاوية بالحفاظ على موروثها الثقافي فقط، بل استطاعت أن تورثه إلى جيل المستقبل ليكون خير خلف لخير سلف، لتبقى العادات والتقاليد أحد رموز الافتخار والاعتزاز للمرأة الشاوية. I'm not going to be able to do that.